أستاذ دكتور عزيزة محمد علي بدر، أستاذ الجغرافيا البشرية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية جامعة القاهرة. موضوعي في هذا المؤتمر حول أزمة الطاقة والفقر ونوعية الحياة في دول حوض النيل، التحديات وسبل المجابهة، حيث أن لتوافر الطاقة أثر كبير على تقويض الفقر الذي ينتشر في حوض النيل، والذي ممكن أن نعبر عنه بالعديد من مؤشرات نوعية الحياة أو جودة الحياة quality of life في حوض النيل، والتي تتسم بالتدني الشديد في العديد من القطاعات، ومدى التباين الجغرافي في هذه المؤشرات بالنسبة للطاقة والفقر ومؤشرات جودة الحياة في بين الدول المختلفة في الحوض، وبين ريفه وحضره، وبين القلب والهامش بالنسبة للمدن أو غيرها، وبالنسبة للأقاليم وتبيناتها، وإلى أي حد يمكن لتحسين مؤشرات الحصول على الطاقة أن يسهم في تقويض الفقر، وبالتالي في رفع مستويات مؤشرات جودة الحياة المرتبطة أساساً بالمؤشرات الصحية والبدنية والنفسية والسكنية والبيئية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيره من المؤشرات.